مشاهدينا الكرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي، بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب، على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يبحث عن المهاجم. مصر يحصل على محاولة تسديد إلى خارج المرمى، قرر أن يجرب حظه على المرمى في هذه التسديدة، لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد، راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. ماركوس يورينتي، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. بيلينغهام ترتد الكرة من العارضة، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. وتسلل آخر، دي لخت، بينية جميلة، تسديدة من بعيد، دفاع رائع هنا يستحق التحية بصراحة، هذا هو الدفاع اللي تحتاج إليه دائما. مصر وركنية أولى في اللقاء. ضربة الزاوية، ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. كرة تمر بسلام على المدافعين. الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم. بابلو سارابيا. تمريرة جميلة. محمد صلاح. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع. كسب الريهان على حساب الهجوم. التسديد الآن. محمد صلاح سددها بشكل قوي. انخطفت الكرة. يلعب كرة للجانب الأيمن. لمسة على اليسار، نيمار، يورينتي، كريم بنزيما، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، باص سيء لم يكن بشكل، يسدد بنزيما، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. مصر ومحاولة مع المرتدة، تحول سريع في الملعب، مصر
نيمار. دي لخت قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. ميسي، ماركوس يورينتي يحاول أن يسدد الكرة من هنا. صافرات نهاية الشوط الأول. Just a quick announcement, an exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. كريم بنزيما، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر كريم بنزيما. ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. كريم بنزيما يستقبل كرة في وضعية ممتازة. كرة من جهة اليمين، إمكانية مرتدة الآن. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب بنزيما. كرة تعود إلى منتصف الملعب. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. سواريز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ينجح في قطع الكرة. بابلو سارابيا، تسديدة لم تكن قوية بما فيه الكفاية، تسديدة قوية لكن بدون توجيه جيد على المرمى. يلعبها على اليمين ليونيل ميسي. تشتيت الآن، استعادة سريعة للكرة. قد تكون هذه فرصتهم. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. هل يمكنهم التسجيل من هنا؟ هذه فرصة حقيقية للتقدم. نيمار، يعدي إلى منطقة الجزاء. ليونيل ميسي، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم. جدار عازل أمام المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. باريس سان جيرمان والركنية الثانية في المباراة. في الجهة الأخرى لديهم ركنيتين. سواريز يشتت الكرة. زياش، كرة تعود للخلف. تمريرة عشوائية بعيدة جدا، لم تكن دقيقة هذه الكرة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ميسي، ميسي يمر ويلعب كرة بينية. باريس سان جيرمان يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. يلعب كرة بينية، يستعيد الكرة سريعا. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. يلعبها لمنطقة الخطر.
كرة من جهة اليمين، يورينتي وصلت إليه، كريم بنزيما، كرة في المرمى، جول. أي مهارة، لقطة خيالية، كرة جميلة، هدف لا يسجل، وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. كريم بنزيما كما كان متوقع أن يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير هذا اليوم. كانت مواجهة فيها ندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصمه بشكل جيد.